حضور الكريم، فأهلا وسهلا بكم جميعا. من قول اقرأ للرسول الهادي بدأت لدينا رحلة الأمجاد. اقرأ محمد، أنت خير مبلغ لكتاب ربك، أنت خير منادي. خلال نشاطات وزارة الأوقاف، حيث تسعى من رفع المهارات لدى الأئمة والوعاظ والمرشدين، وتأتي هذه الفعالية في استضافة عميد كلية العلوم الإسلامية من الجامعة الإسلامية في عمان للاستفادة من خبرتهم في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد، وخاصة أن وزارة الأوقاف تسعى أن تغير من الثقافة السائدة لدى الأئمة في كثير من الأمور ورفع مستواهم العلمي، وأن وزارة الأوقاف تركز في خطابها على الخطاب الديني المعتدل في الوقت اللي شوهت فيه صورة الإسلام لدى الكثير من الغربيين لسبب صدور بعض التصرفات لشخصيات لا تمت الإسلام بصلة. الزيارة كانت تتعلق بزيارة فلسطين بشكل عام، والذهاب إلى عدة أماكن، الذهاب إلى وزارة الأوقاف، إلى المسجد الأقصى، إلى بعض الأماكن الأثرية، زيارة عادية وكانت موفقة. وكان كذلك نشكر سيادة الرئيس محمود عباس على استضافته لنا للأراضي الفلسطينية، وكان له يد بيضاء، حيث يعني أصبحت الصورة لنا بالنسبة لأهل فلسطين صورة عملية وليست نظرية فقط. فالرئيس جزاه الله خيرا عندما استدعانا وجئنا إلى هذه الأراضي، فله الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. كذلك نشكر وزارة الأوقاف ونشكر مديرية أوقاف طول كرم على استضافته لنا لهذه المحاضرة التي تحدثنا بها عن رحمة الإسلام وعن الاعتدال وعن الوسطية وعن مفهوم الإسلامي الحقيقي، وأنه يجب على المسلم أن ينشر الأخلاق الفاضلة في المجتمع الإسلامي من أجل أن يكون هناك، أن تكون له قدوة حسنة بالرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كذلك وجدنا في أهل فلسطين الخير والبركة والكرم والعطاء والشجاعة والاستماع وحبهم لوطنهم ولدينهم ولقيادتهم، فنشكرهم على حضورهم وعلى استماعهم. كذلك أيضا يعني نود إن شاء الله أن تكون لنا مشاركات متعددة في المؤتمرات والفعاليات الأخرى التي تتعلق في الشؤون الدينية والفكرية والوسطية الإسلامية. كذلك نشكر تلفزيون الفجر على هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتنا جميعا، إنه سميع قريب.